اعلم يا بابا هاتك ركات يلا أنا أحد ذوي الشهداء. تم إبلاغنا اليوم بإدخال 88 جثة من الاحتلال لقطاع غزة. طبعاً توجهنا فوراً للمكان اللي حيتم فيه دفنهم على أمل أنه نحصل على جثة أخوي المستشهد في الحرب هذه. صار أقصى طموحنا اليوم نحصل على يعني قبر أو ضريح فقط نتمكن من زيارته ما بعد الحرب يعني.